مشيت خدامة، خدمت في الخليج، خدمت خدامة في الخليج شحال من عام، ضربت تمارة ديال بصح، تعذبت وتكرفست وجعت وتعريت وتكرفست بزاف باش نجمع دوك الفلوس. وفي الاخر ضيعتني اختي فلوسي كلهم، خدعتهم، ما خلت لي حتى شي حاجة، ضيعت لي سنين ديال عمري كامل اللي ضربت فيها تمارة واللي تغربت فيها وخدمت فيها عند البراني تنجمع دوك الفلوس. كل شي خدته ليا، ما فكرت في حتى شي حاجة، ما فكرت لا في الفقر ديالي، لا في التمارة اللي ضربته، لا في الأخوة اللي بيناتنا، ما فكرتش في الله والغضب ديال الله عليها على هادشي اللي دارت ليا. انا عاود لكم القصة ديالي من الاول. سميتي فاطمة، ملي صغيرة وانا معذبة كبرنا، ماشي غير انا وخوتي كاملين كبرنا معذبين، كبرنا جيعانين، كبرنا عريانين، كبرنا وسط الكارية. با كان سكيري، ما كيعقلش على امي، حتى ب10 دراهم هي الاخر ما كيخلاش لها. كانت امي مسكينة كتجمع 5 كارم وتجيبو ترطبو وتعطيه لينا ناكلوه، كترطبو شوف كي دير ليه ترطبو وتعاود تعجنو ودير منو خبز، ما خلات ما دارت. ثم الحسوة ديال الدقيق كانت ديرها لينا، شري الدقيق حيت هو رخيص ودير لنا الحسوة ديال الدقيق باش ناكلو ونسخنو بيها في البرد. ملي كيجي سكران وشبعان، الكول وشبعان، سيليسيون والله وعلم تاني شنو كيدير اخر. ملي يسم جاي من راس ديال الزنقة حنا كنسمعو فيه، الجيران كلهم كانوا كينعلوه. ملي جا هو يعاير هو يخسر في الهضرة، والهضرة خايبة والكلام الخاسر، تا كيفيق الناس كاملين في هداك الدرب الصقع اللي كنا فيه. كنا غير في الكاريان، ولكن راه كيما عرفتو راه واخا الكاريان راه كانوا فيه واحد الدروبة، كنا دروبة حنا عايشين، والناس كانوا مسلمين كيتعاونوا مع بعضياتهم. شحال من مرة كنكونوا بلا غدا، سكت شي شجرة وكتدق وكتجيب لنا طبيسيل العدس، طبيسيل الزعلوك، كل مرة وشي حد كيرقف بينا. كنا حنا خمسة الخوت بينا. أمي مسكينة بنت العربية، مقهرية ما فاهمة، كانت تخلينا تمشي تضرب الجفاف، تضرب الجفاف على قلبها، تمشي تصبل الناس، تشقى الناس، مرة نجيب مرة ما تجيبش، مرة تجيب القليل مرة تجيب الكثير. وملي كيجي هو كيكشطها للقى تحسب لنا شي ريالات، كل شي كيديه بالخاطر ولا بالعصا. حنا كبرنا وسط داكشي، كل شي داكشي كنشوفوه وكنسمعوه، حاجة ما كانت خافية علينا، حتى حاجة مضرك علينا. ملي بدينا كنكبروا حنا، حيت كنا 4 البنات هما الكبار وخونا الدري هو الصغير، ملي بدينا كنكبروا اختي الكبيرة غير وصلت 10 سنين، عاد جات امي راه لقيت لها واحد الناس تخدم عندهم. قالت لي امي ويلي باغي تخدم بنتك هي بقدريه صغيره، فاش تخدمها؟ قال لها غتمشي تشقى وتعاون، وغادي ناخذوا عليها الخلصه، غتعاوننا شويه في على المعيشه. قالت لي امي واش تشكيت عليك؟ خليني انا نشقى وانا نضرب الجفاف على ولادي وما يتكرفصوش ليا. قال لها ماشي شغلك بنتي، هذيك ندير اللي بغيت. ودابزت هي وياه، ما خلات ما دارت باش تحبسه وباش تمنعو والو، ما بغاش. حتى مسكينه اختي ملي شافت داك الصداع وكلشي قالت لهم صافي صافي انا قابله، انا راضيه امي، اسكتي امي عافاك، اسكتي امي غيبدا يضرب فيك تاني. كنا صغار، ولكن داك الوضع اللي عشنا فيه خلانا عقلنا كبير وكنفكروا للزمان. تكرفصات امي معاه مسكينه بزاف، تعيات كنا كان غير هادشي، وفم زوين ويعرف يهضر، راه فين ما كتهضر ديما كيضربها. شحال من سنه مهرسه لها، مره كان مهرس لها عنيفه، ما خلى ما دار في هذيك المراه مسكينه. امي بالفقصه ديالو ماتت وخلاتنا، زدنا تكرفصنا معاه كاملين، دخلنا نخدمو حنا صغار بالوحده بالوحده، كل وحده كيلقى ليها دار. وفي الاخر الشهر كيجي بلا حشمه بلا حياه، كيجمع الريالات كاملين ديالنا ويخلينا ربنا كما خلقتنا، حتى فلوس ديال التمارة ديالنا ما كناش كنشوفوهم. خويا مسكين حتى هو بدا كيكبر ودخل عند واحد النجار حدانا، كيما القاعده كيما كان كيدير معانا كيما كيدير معاه. كبرنا كاملين كنخدمو في الديور، تكرفصنا مزيان، هادي تنهصرك، هادي تهلا فيك، هادي تتعامل معاك مزيان، هادي ما تحملكش، كل واحد وكيدير.
وما كيخليناش نطولوا في شي دار، دغيا كيهزنا ويدينا لدار اخرى باش يتزادوا في الخلاص، حيت كل ما بدلنا كيطلب الثمن. وبقينا هكاك كبرنا بحال هكاك، اكثر ايام اللي مات تمي خلاص كاع مبقيناش كنمشيو للدار، حيت تزوج مرة اخرى وبدا ثاني كيدير في الاولاد، وباقي على حالته الحال هي الحال، ديما السكير ديما الشراب ديما السيليسيون ديما هو في الكوميسارية، هو ضربو هذا هو مع هذا، دائما دوك المشاكل ديالو ما كيتسالاوش. ملي بدينا كنكبروا بداو البنات شويه ملي بداو كيعيقوا كيفيقوا مبقاش عاجبهم الحال. اختي الكبيره هي الاولى مشات مبقاش عارفه كاع فين كانت، حتى غبرات حد الساعه ما عرفناش ليها الاثر، هربات من داك الجبروت ديالو وداك داك الصداع ديالو وداك التسلط ديالو اللي كان علينا، حيت كون كانت غيبقى دائما هكاك كيبقى مستغنى بهذيك الطريقه. وبداو خواتاتي بالوحده بالوحده كيهربوا، بقينا حنا ثلاثه الخواتات. ملي اختي اللي كبر مني حتى هي ما بقاش عاجبها الحال، حيت كبروا البنات، البنات كبروا كيخصهم يشوفوا فلوسهم، بداو يديروا على شي رجعوا. هادشي فاش كنا كنفكروا من راسي وجبد كنشوف راسي كنضرب في ثمارة في الديور والوقت كيدوز وانا غاده كنكبر، هو كيجي يجمع الفلوس كاملين حتى الدرهم هي الاخرى ما كيخليهاش، كيجمع الفلوس كاملين وكيمشي، واللي هضرات كيشبع فيها معيار وكيشبع فيها سبان، وحتى وحده فينا ما تقدر تحل فمها ولا تقول شي كلمه حيت كنا كنخافوا منه كامل. بشويه بشويه بدينا كنهضروا على راسنا، ولكن ما طولش داك الشيء، حيت واحد النهار تلقاوه ميت في واحد الزنقه، كانوا مضاربين هما شي جماعه ديال الاسكيريه ما عاقلينش على روسهم، وشي واحد فيهم ضربوا بشي جنويه ومات تلقاوه ميت تدفن. بكينا عليه ربو هذاك، ماشي ما بكيناش عليه. وبقينا هكاك بقينا حنايا دوك ثلاثه الخواتات من دار لدار كنجمعوا مره مره، حتى لواحد النهار واحد السيده غتلقاني في الحمام هي اللي اقترحت عليا هذيك الفكره ديال نمشي نخدم في الخارج. قالت لي يا بنيتي الا بقيتي هنايا خدامه ما تربحي والو، راه الخلصة على قد الحال، عمرك ما تقدري ديري منها شي حاجه. راه واحد السيده جارتنا كتجيب الكونترات ديال الخليج، راه عندها ديال السعوديه كتجيب ديال الامارات كتجيب ديال قطر، كل وحده وثمنها وكتقاد لكم داكشي، عندها الكفيل كتدبر فيه، يعني داكشي كله كتكلف به هي، ولكن راه كتخلصي عدا كتاخذ واحد النسبه من الخلاص ديالك بالنسبه للناس اللي ما عندهمش باش يدفعوا، راه كدير معاكم التزام. المهم بقات كتشرح لي داكشي، بديت كنفكر انا في الفكره، خديت نمرة التليفون عند المراه قلت لها عافاك انا نفكر ونجاوبك الا كانت شي حاجه يعني توسط ليا. قالت لي واخا بنتي ما كاين حتى مشكل، انا ما عندي ربح، انا راه فكرت ليك ومصلحتك وكتباني ليا دريه درويشه، راه مره مره كنشوفك وراني عارفك عند من كتخدمي وبغيت نتقافك، يعني هادشي غنوريه لك لوجهي الله، انا ما رابحه معك لا نقل جمال. قلت لها واخا لاله بارك الله فيك. بقيت كنفكر، قلتها لاختي الكبر مني تشاورت معاها، قلتها لاختي الاخرى حتى هي تشاورت معاها، قالوا لي مزيانه هاد الفكره ديريها. هما ما كانش كانوش يقدروا يمشيو حيت كانوا بجوج، وحده فيهم كانت زوجات وحده كانت يلا تخطبات، ما يقدروش يمشيو. انا ملي طرحت عليا ديك الفكره بانت لي مزيانه، دابا انا عندي 26 سنه، يعني هذا هو الوقت اللي نقدر نخدم فيه، كيبان لي راه هذيك فرصه مزيانه اللي نمشي نخدم نجمع فليسات وندخل المغرب، واخا ندير دويره فين نستقر وفين ندخل فيها ناكل الماء والخبز وتكون ظهري ديالتي تحد ما يعرفني لا اشكليت لا اش درت، المهم مستقره فيها وسد عليا بابي، بعدا نضمن واحد الحاجه نديرها من هذه الخدمه، ولا نشري شي محل ديال بيع والشراء ونخدم فيه ونبعد على الخدمه ديال الديور. داكشي اللي قال لي راسي. اتصلت بهذيك السيده قلتها ليها، لقاتني مع السيده الاخرى، السيده الاخرى حتى هي ما عليها والو، قالت لي شوفي بنت الناس اللي عليا هو نضمن لك راك غتمشي عند شي ناس اللي هما نقيين، هادشي راه ما فيه لا الفساد ما فيه حتى شي حاجه اللي خايبه، راه فيه تمارك غضربي تماره بدراعك ولكن راه ديال الحلال. قالت لي راه كاين شحال من حاجه، كاين اللي طالبين مربيه
كاين اللي طالبين مرا اللي تشقى، كاين اللي باغي اللي طيب. يعني شفتي انتي وشنو بغيتي فاش ترتاحي؟ وراه عندي عائلات اللي كنعرفهم، كاين عائلات اللي هم عائلات كبار، كاين الناس اللي كنعرفهم راهم عائلات ماشي شباب مزوجينش. قلت لها داكشي اللي بغيت، قلت لها ماشي مشكل، فاش ما كان غيكون شي حاجه ديال الحلال. صافي قادين المسائل ديالنا، تقاد الوراق، تكلفت هي بكل شيء، ولكن على الاساس غتاخذ واحد النسبه كتاخذها من الخلاص في الشهور الاولين، حتى كتكمل هذيك الربح ديالها هي، والنسبه اللي كتكون هي خايده. قادين هذاك الشيء الكافيل كل شيء، حتى البيه ديال الطياره هما اللي كيقطعوها. مشيت لجده، غنخدم في جده، تلقى لي الكافيل في المطار. مشيت من هنا لابسه العبايه ودايره الزيف ومقاده، مشيت تلقى لي فيا تلقى لي الكافيل راجل كبير، عنده تكون عنده ديك خمسة شي حاجه وخمسين سنه. صافي راجل كيبان بعقله، ماشي ديال التفليه، يعني ماشي ديال المزاح. الثاني للدار، الدار كبيره رفيعه، عائله كبيره، نيت هما كاملين خوت مزوجين وعندهم ولادهم. واش كانوا باغين هادو؟ راه عندهم الشغاله ديالهم، كانوا باغين مرا اللي طيب ليهم، وباغين مرا طيب ليهم الطياب التقليدي ديال المغرب، هادشي اللي باغين. صافي صراحة لله عمرهم ما تكرفصوا عليا في شي حاجه. خدمت عندهم، كاينه تماره ديال بصح، حيت العائله تبارك الله كبيره، والطياب الطياب ما كيتساليش، كيتسالي من الفطور كدي تفكري معاهم في الغداء، كيتسالي من الغداء كتمشي للكوتي الماكله العشيه، من الماكله العشيه الماكله الليل، وباغين غير الشهيوات، وعندهم فلوس مسك عليهم الله، ولكن خصك تبقاي واقفه مقابلهم بالطياب. وهذوك الشغالات واخا عينيا ما نوريهم بغاو يعاونوني، راه ما كي البردوش ديال القلب ما كيفهموا حتى شي حاجه في داكشي اللي كنوريهم. كلشي باغين يذوقوا منه، باغين الكسكسو، باغين الرفيسه، باغين البساط، باغين اللحم محمر، باغين كلشي باغين. وكيعرضوا على الناس بزاف، الناس من كاع البلايص، عائلاتهم هادو نسابهم، هادو نساب هاد خوهم، هادو نساب خوهم الاخر، هادو نساب ولاد خوهم. والناس كثر ما كيتقاداوش، محدهم غاديين جايين، وانا كنطيب نهار كامل، وانا كنطبخ، وانا كنتختخ، وانا كنحط، وكنقول الحمد لله حيت كيخلصوني مزيان، كنخزن فليساتي و كناكل معاهم. واخا النسبه اللي كياخذوها الناس اللي جابوني راه كيبقى لي واحد الرزيق، كنقول الحمد لله راه شهر على شهر نقدر نجمع، راه ملي نمشي للمغرب نعرف ما ندير. وكانت عندي واحد الكونطرا معاهم، بقيت بحال هكاك، عجبهم الحال معايا، عجبني الحال معاهم، كانوا ناس معقولين، ولادهم كيحترموني، ما كان لا دغل، ما كان حتى شي حاجه ما شفتها من داكشي اللي كنت كنسمع عليه، حيت مشيت وانا خايفه، كنسمع راه كيكون الفساد، راه كيبززوا على البنات شي حوايج ما باغينهمش. حمد الله وشكرته حتى شي حاجه ما تفرضت عليا، ما رضيت الوالدين عمري ما خسرت شي حاجه، البا واخا كان كياخذ ليا فلوسي، واخا ما خلى ما دار معايا عمري ما هزيت فيه الراس وما هزيت فيه العين ولا قلعت لي شي حاجه حتى نهار مات. بقينا بحال هكاك، عاودوا جددوا معايا الكونطرا شحال من مره، جددت الكونطرا وانا كنجمع في فلوس وفلوسي. طلبت من اختي اللي كبر مني، قلت لها اختي عافاك، انا خفت الملك بدا يطلع، وانا باغا نشري الملك، باغا دار ولا باغا شي محل، بغيتك تشوفي ليا شي محل، عندي لك الوكاله وغنصيفط لك، وشري ليا بسميتي اختي باش ما يزيدش يطلع الملك ويغلى عليا، وانا كنخدم ضربه تمر، بغيت نهار ندخل المغرب نلقى الدويره ديالي ونلقى محل فين تستقر. قالت لي واخا ولا عليك، قلبات دارت، جاوبتني قالت لي انت اختي راه كاين واحد الدور سكن اقتصادي راه زوينين، راه خدات فيهم واحد السيده كنعرفوها، وراهما خدامين في الشطر الثاني، الا بغيتي فيهم غدير ليا الوكاله وغتصيفط ليا الفلوس باش ندفع، راه كيطلبوا في الاول 7 مليون. قلت لها صافي غنصيفطها لك، قالت لي راه غتصيفطيها على ما يدوز واحد شويه الوقت غيعاود يصيفطو ثاني باش ندفعوا ليهم الفلوس ديال باش تحفظي الفلوس ديال يعني داكشي كامل، دوك المصاريف داكشي غدي تدفعي بشويه. قلت لها واخا انا نشوف باش ما كان نحاول نشوف كي ندير باش ما نهزش كريدي من البنكه بزاف باش ما يجينيش داكشي كثير. كنت جامع واحد الرزيق، وكاع دوك الاكراميات اللي كيعطيهم ليا مالين الدار ولا جا شي ضيف ولا شي حاجه كلشي خازنه.
قديت الامور ديالي، مشى معايا الكفيل عاوني وقف معايا، تدرت له كاع اختي، قديت الامور كاملين، هو نيت اللي صيفط الفلوس، هو بسميتو قاد داكشي صيفطهم لاختي، صيفط ليها بلاص 7 المليون، صيفط ليها 7 المليون ونص، نص مليون ديك 100 ألف ريال غاب زعما على هي، قلت لها انت هكا اختي باش تحركي وباش هذا وباش ما تقوليش رانا طلقت عليك كلشي، باش تعاوني باش تقادي لي داكشي. قالت لي صافي كوني هاني يا اختي. قلت لها شوفي خدي ليا في الدوزيام، ما بغيتش يكون العلو. صافي قلت لها واعي عليا كوني هانيه. صافي قادينا انا تايقه في اختي، ما شكيتش فيها، ما شكيتش فيها نهائيا راه تقدر تخوني ولا تاخذ ليا رزقي، ما شكيتش فيها. قدت لي كل شيء، ما سولتهاش على التفاصيل، قالت كتقول لي صافي اختي انا درت، انا اختي درت، انا اختي درت، كيدوز الوقت، انا اختي راه خاصني الفلوس باش ندخل الدولمه، كنصيفط ليها، كيعاونوني الناس من يعرفوني، راه باغا نشري وباغا ندير دويره ديالي، تعاونوا معايا حتى هما كيعطيوني حتى داكشي ديال الزكاه، كان ياخذوا عند الناس اللي كيعرفوهم وكيعطيوني. تكملت الفلوس ديال البارطمان، كملوا الفلوس ديال البارطمان كلهم، تقاد داكشي. داز واحد المده بقيت خدامه صافي، حتى قلت واقيله غنزيد نخدم واحد العامات اخرين ونحاول نشري واحد المحل ندير هاد التجاره، نشري واحد الحانوت ويكون قريب تما. قلت لها سولي لي اختي الا كاين شي محل قريب تما، لا دار واحد داك الصك الاقتصادي فين شريت وناخذه. قالت لي صافي كوني هانيه. تاني داز واحد المده وانا خدامه وكنجمع، وركت كنجمع حيت خلصتي كامله، كنحط راه ما كنخسر منها حتى حاجه، راه كانوا مساكن كيكسيوني، كانوا كيعطيوني الحوايج ديالهم باقي نقيين، كناكل ونشرب معاهم، راه حتى حاجه ما كنخسرها من جيبي، كلشي كيتخزن. والاكراميات وفي العيد يدوروا معايا، وكما كنت مهلية فيهم وفي ولادهم بالماكله كانوا مهلين فيا، وكان كيعجبهم الطيابي بزاف، كيعجبهم الطيب المغربي وكيبغوا يتعلموا مني، ضحكوا معايا وكانوا متدينين كيعرفوا بينهم بين الله. اجي شكون اللي غي يغدرني ما يعرفش بينهم بين الله، يا اختي اختي بنت امي وبا هي اللي غتغدرني. قبل ما نبدا نصيفط لها الفلوس باش تشري المحل، طلبت مالي للدار، الناس اللي مخدميني عطاوني 15 يوم، قلت لهم نهبط للمغرب نشوف اش كاين ونشوف دويرتي ونشوف فين غنشري المحل. صافي بزز باش خديت هذيك العطله، ولكن عطاوها ليا في الاخر وجيت على غفله ما قلتهاش ليها. انا جايه فرحانه، جايبه الكادوات، ثمن الكادوات ديال الذهب شاريهم ليها ولولادها، جايباهم فرحانه، فرحانه بيهم وفرحانه غنجي لدويرتي ونشوفها كي دايره ونشوف اش خاصها ونفرح مع عائلتي. جايه فرحانه، جيت انا عارفه انا اختي فين ساكنه، ملي جيت كندق ما لقيتهاش، قالوا لي الجيران راه تحولات. قلت لهم فين تحولات؟ قالوا لي تحولات، راه مابقاتش هنا، تحولت للدار اللي شريت. بقيت كنشوف، قلت لهم علاش راه شي دار؟ قالت لي جارتها هي، على ماك ما عارفاش فين ساكنه، هي كتي اختها. قلت لها لا ما عارفاش، راك مسافره ما تخباريش. قالت لي بلاتي انا نعت لك فين. نعتت لي المرا فين، شديت الطاكسي ومشيت مبالزي بحوايجي بصيكاني، مشيت نشوف اختي فين ساكنه. انا غاده وكنشوف راه هذاك النعت اللي عطاتني راه هو النعت ديال داري. قلت لك ما واش هي شرات تما حدايا او شرات وما قالتهاش ليا؟ غاده ما فاهمه والو. حتى وصلت سولت على السميه، نعتوا ليا البارطمان فين، طلعت طقيت، حلت لي دايره الزهره وحلت تحسب شي حد من ولادها، حيت حلت وتما تراجع دخلت شافني تصدمت تما تراجع. قلت يا فاطمه ولونها تخطف. قلت لها اه فاطمه، سلمت عليها على النقص، انا طرت عليها بتعنيقه لحمي بورش عليا ملي كنتفكر ديك الوقيته. انا فرحانه ما فراسي ما نعاود، سلمت عليا تخطفت المرا تخطفت. قلت لي انت جيتي كي درتي جيتي باش عرفتي الدار؟ صافي قلت لي دخلي دخلي زيدي. دخلنا كندور كنشوف الدار، الدار باقا ما فرشاش كامله، باقي الصالون خاوي. دخلت جلست في البيت كنشوف، قلت لها واش تحولتي هنايا؟ قلت ليها تحولنا.
وانا نقول لها انا خرجت نيشان سولتها، قلت لها واش هادي داري؟ وهي تقول لي اه دارك دارك، وين راه حيت السي محمد قال لي نتحولوا هنايا حيت راه الجيران لهيه. صافي وبدات تدخل وتخرج من الهضره. قلت لها واش سولتيني؟ قلت لي واش تسكنوا فيها؟ وقلت لك اه. زعما كيفاش تجي تسكنتوا فيها بلا خباري؟ ما شاورتيني ما سولتيني ومفرشينها وانتم معلقين البلاكارات وهادشي انت. وهي تقول لي شوفي بلا ما انت تدخل وتخرج عليا في الهضره. صافي ماشي دارك، هادي داري انا، هاد الدار كتبتها بسميتي. قلت لها ويلي اختي، قالت لي والله كتبتها بسميتي، وعلى ما اني نبقى طالعه هابطه نهار كامل وانا نقلب والنهار كامل وانا نجري كتبتها بسميتي. قلت لها كيفاش كتبتيها بسميتك؟ ديك الفلوس فلوسي صيفطتهم لك باش تشريها ليا انا. قالت لي وصافي اللي عطى الله عطاه، الدار بسميتي. قلت لها ويلي اختي واش كضحكي معايا؟ وتقولي واش هادشي فيه الضحك؟ صبري هو يطلع سي محمد دابا يعاود ليك يقول لك كيفاش سميتي. صافي انا تصدمت، بديت نضرب على حناكي نغوت، انا ري الملح دودت، انا ري اختي اش درتي، انا ري اختي اش درتي، انا ري اختي اش درتي، خديتي ليا فلوسي خديتي ليا داري. قالت لي سكتي سكتي غتفضحيني غتشوهيني قدام الجيران. قلت لها انا ري اختي عرق كتافي شحال من عام وانا خدامه، ضربت سماره خديتي ليا فلوسي، واش خاطر ردي تكتبيها ليا في سميتي؟ وهي تقول لي اولا نكتبها لك في سميتك. ويلي على اللي تعطى باقي كيتخاد بحال هكا كتخرج في عينيها وكتهضر معايا. راه ما خليت ما غوت غوت، جذبت الجيران تجمعوا في الاخر، جا راجلها تغوتنا تعاطات معايا ما خلت فيا اللي نسات، كتعيرني باللي فيا واللي ما فياش، وتغوت وجراو عليا صافي من الدروج، دفعوني في الدروج ولا حوليا شوانطي وبالزي في الدروج. صافي تسيفت عليا السيده، ما تلفتش ما بقيت عارفه شنو ندير، راه ما عندي حتى فين نمشي هنا. يا ويلي كي غندير؟ فين غنمشي ومنين غنجي؟ ملي تلفت تلفت حتى تلفت، هزيت بالزي وشوانطي ومشيت شديت واحد لوطيل جلست فيه. قلت الحمد لله اللي ما صرفتش لها ريالاتي للمحل، وليت نقول الحمد لله اللي ما زدتش كملتها وجملتها وصيفطت لها الفلوس الاخرين. صافي هادشي اللي وليت كنقول، حنا كي ندبتهم يا ربي تسمح لي، فين غنمشي ومنين غنجي وشكون غيتصنت ليا وشكون غيسمع ليا؟ ترتاحيت وعيطت للكفيل ديالي السيد اللي دارني كي بنتو وتصنت ليا، ومسكين ما خلى ما دار معايا. عاودت ليه شنو وقع؟ قال لي انت بنتي انا نوقف معاك، انا عندي التحويلات كلشي باش كنت كنصيفط، عندي الورق كاملين باش كنت كنصيفط الفلوس. هي منين جابت الفلوس اختك باش تشري الدار؟ انا كنت كنصيفط الفلوس ديالك، انا معترف بلي انا كنت كنخلصك وبلي هذوك فلوسك وفلوس سمارتك بنتي، انا نوقف معاك الا بغيتي تاخدي حقك بالقانون. انا من لهي نشوفو لك كيفاش ديري، وديري محامي يرجع لك حقك، راه الله ما كيبغيش الظلم، الله ما كيبغيش الحق يتخاد لمالي هكا بالغصب. وبقى كيهضر معايا مسكين، هضراتو حلوه وزوينه كيعرف يهضر. قال لي دابا فكري شوفي شنو بغيتي، تبقاي تما تقدي امورك انا معاك بنتي، بغيتي تجي ترجعي مرحبا، بغيتي ترجعي دابا ولا تكملي العطله ديالك اللي بغيتي. قلت لي صافي سيدي صافي، غنكمل هاد 15 يوم اللي جيتها نجلس في المغرب، غنفوش شويه ونسي ونفكر شنو غادي ندير. دابا راه باقي حيره، ما عرفتش اختي ما سولت فيا، بقات عيطت ليا، ما حشاتها ليا رزقي ديال السنين خداوه ليا هي وراجلها هكاك. راه ماشي ساهله باش جمعت فلوس الباركما، راه ماشي تسبيق، ماشي غير تسبيق، راه التسبيق راه كملتها كامله، راه بقيت نصيفط لها بثلاثه بالربعه تخلصت هدية كامله والناس كيعاونوني فيها وانا فرحانه، كنقول ربي جاب ليا وانا كفرحانه. ولكن الغلط ديالي انا اللي ما طلبت منها لا ورقه لا جوج، ثقت فيها الثقه الكامله، ثقت فيها كنقول اختي هذيك اختي بحال نفسي، علاش شنو غتبغي لي اختي من غير الخير؟ أتساعدك الخير راه بغاتو الراسه، ملي كنتقلب البرط ما قلبت على الراسه بفلوسي انا، وانا ما عندي حتى شي حاجه من غير هذيك البرط، ما هي اللي درتها ضربه تماره جاب لي الله هذيك البلاد سافرت ليها باش نصور هذا الرزيق، الرزيق اللي كتبوا لي الله ديال الحلال، ما درت حتى شي حاجه حرام، ما مشيت فسدت في الخياليش ما حتى شي حاجه، ربي سخر لي هاد الناس وقفوا معايا الله يجازيهم بخير.
واختي اللي من دمي والحمي ما خفتش معايا. ملي كنت صغيره با كلعني في رزقي شحال من عام، وانا من صغري وانا كنخدم في الديور با كياكلني في رزقي. دابا ملي كبرت وخدمت صورت فليسات كلاتني فيهم اختي. واش الدنيا كامله بحال هكا؟ واش انا ما عندي عائله؟ ما عندي حباب؟ اختي اللي بقات ليا حتى هي دار فيا هكا. صافي داك الدنيا ولات كتبان ليا كامله كحله، ما بقيتش عارفه راسي فين غندور، فين غنشوف، فين من اتجاه غادي نشد. لا حول ولا قوه الا بالله. اشنو غادي ندير؟ واش نسمع الكلام ديال السيد؟ واش نشوف محامي؟ واش ندعيها؟ ولا صافي صافي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، نقول يا ربي عوض عليا ومشي نرجع تاني نخدم. ما بقيت عرفت ما ندير. الا بغيت نجلس نبقى هنا في المغرب، باش غنبقى ندير؟ ولفت هذوك الفلوس، ولفت راه الدار جالسه معاه، ورا ضاربه سماره سماره، كيما كنضربها تما راه غنجي نضربها هنا تما، بعدا راه كنضرب سماره كناخد عليها المقاول مزيان. تلفت وحرت. داكشي علاش شاركتكم هاد القصه. يا ربي لقى لي ينصحني شي نصيحه اللي تكون هي هذيك. واش نتبع هاد السيد ولا نبقى؟ ولا ندعي اختي ولا ما ندعيهاش؟ ولا ندعيها الله ونجلس حسبي الله ونعم الوكيل؟ عمركم ما تثقوا في شي حد، تعطيه فلوسكم وتعطيه رزقكم، واخا يكون باكم، واخا يكون خوكم، واخا اختكم اللي كان ولدك بنتك، ما تثقوش. الفلوس راه كيعمي، ورا الطمع راه طاعون، كيعمي الناس عباد الله. الطمع راه طاعون كيعمي الناس، ما كيبقاو يشوفوا لا اخو ولا حتى حاجه، كيبان لهم غدوك الفلوس. ولا بالسيف ولات نسفت لها بالملايين، ما عادش كيحسب ليها واش انا كنت كنلقاهم، واش كنت كناخذهم بلا تمارة. راه تمارتي هذوك وعرك تافه. وهذا اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. تلفت تلفت تلفت، خاص عرفت ما ندير. عشت صغري في الكاريان معدبه، درت دويرتي فرحانه بيها، وهاي ظلماتني وعذباتني.